لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. توفي الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد صراع مع المرض. كان مصطفى بكري عضو مجلس النواب أعلن خبر وفاة الكاتب الصحفي مفيد فوزي عبر حسابه على تويتر، وكتب مصطفى بكري قائلا: وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بإحدى المستشفيات الخاصة. رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان. يشار إلى أن الإعلام الكبير مفيد فوزي كان يعاني من وعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعاني من تعب شديد دخل على أثر للعناية المركزة. يشار إلى أن الإعلام الكبير مفيد فوزي كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي. مع الكاتب والإعلامي عمرو الليسي رحيل الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية اليوم الأحد، داعيا الله أن يتغمدوا برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. وأكد الليسي قائلا: أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون دول منظمة التعاون الإسلامي بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحب الإعلام الكبير الأستاذ مفيد فوزي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما نشر الليسي عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي خالص العزاء في وفاة الإعلام الكبير الأستاذ مفيد فوزي وعزائي للأخت العزيزة حنان مفيد فوزي. وأوضح الليسي أننا فقدنا قامة إعلامية وصحفية كبيرة، حيث ساهم بآرائه وقلمه في إسراء العمل الصحفي والإعلامي عبر العديد من السنوات، وتتلمذ على يديه العديد من كبار الإعلاميين والكتاب والصحفيين. رحم الله الكاتب الكبير مفيد فوزي وأسكنه فسيح جناته. وتدهورت صحة الإعلام المصري الكبير في وقت سابق عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية. كان مفيد فوزي مر بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير الصبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر، وفقا لوسائل إعلام مصرية. يعد الراحل مفيد فوزي واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين، وله تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي. ولد مفيد فوزي سنة 1933 بمحافظة بني سويف، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أرقة ماسبيو. سبق له العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية. تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ، ثم انتقل بعدها للعمل التلفزيوني. خلال مشواره المهني حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجري أمام الشاشة مع الأديب الراحل نجيب محفوظ. شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحفي ومحاور، هما حديث المدينة من إنتاج مجد الصباحي ومعالي الوزير مع الفنان أحمد زكي. قالت ابنته حنان مفيد فوزي في تدوين عبر فيسبوك: بابا سافر السماء عند ربنا، صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء غدا الاثنين الساعة 6 في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك. وكتبت الإعلامية إيمان الحصري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي عن عالمنا عن عمر
عمر ناهز 89 عاما. ومن الجدير ذكره أن الإعلامي مفيد فوزي كان يعاني من تدهور في حالته الصحية بعد إصابته بمشكلة في القنوات المرارية للجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن فوزي متواجد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة. وكانت ابنة مفيد فوزي قد كشفت عن حالته الصحية قبل وفاته وخضوعه يوم الخميس لجراحة عاجلة لإصابته بمرض سبب وجود سائل في القنوات المرارية. وقالت حنان فوزي في تصريحات خاصة: الحمد لله، والدي أجرى الجراحة يوم الخميس وخرج منها وهو الآن في مرحلة التعافي. وأوضحت ابنة مفيد فوزي أن والدها عاد إلى المنزل بعد العملية، خاصة أن العملية كانت بواسطة المنظار، لذلك لم يمانع الطبيب من عودته إلى المنزل. وتقدمت حنان فوزي بالشكر لكل من سأل عن والدها واطمأن عليه، سواء من وسائل الإعلام والصحافة أو من الجمهور. كما طلب الإعلامي تامر أمين من المشاهدين الدعاء للإعلامي مفيد فوزي بعد إجراء عمليته الجراحية يوم الخميس. وقال الإعلامي مفيد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار: قيمة أي إعلامي يصنعها الناس وليس نحن، والجمهور هو الذي يربي هذا الإحساس لدى أي إعلامي، وطالب من جمهوره الدعاء له. مفيد فوزي 19 يونيو سنة 1933 إعلامي مصري لقب بالمحاور. كان والده فوزي سعد موظف بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل، وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر. تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية سنة 1959. تزوج من الإذاعية الراحلة أمال العمدة في الأول من مايو سنة 1968، والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس عام 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي. أسرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية. يعد أول من قدم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التلفزيون، والذي سار على دربه فيما بعد العديد من البرامج التلفزيونية والصحفية على شاشة التلفزيون المصري، وتتلمز على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي في مجلة صباح الخير. توفي اليوم 4 ديسمبر بعد معاناة مع المرض. أهم المناصب: تدرب في بداياته الصحفية بجريدة روزال يوسف، عين محرر لمجلة صباح الخير عام 1957، ثم رئيس تحرير مجلة صباح الخير لمدة 8 سنوات على التوالي. ساهم مفيد فوزي في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية، أهمها فوزير رمضان مع أمال فهمي لمدة 10 سنوات، وافق أمتنع تقديم سناء منصور، فنجان شاي تقديم سمية صادق. كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، منها ضيف في ليلة صيف، خواطر على الهوى في برنامج ألوان مع مديحة نجيب، أين هم الآن، نجوم الشرق. قام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية في الأردن والإمارات وقطر، مثل أباء السينما، أمهات السينما، ديون لا تسدد، الفنان والإنسان، أدب في أدب، موضوع للتأمل، الضحك فن، الوجه الآخر، أبي من المشاهير، أمس واليوم. كلها حلقات إذاعية من 30 حلقة تم تسجيلها مع كبار الفنانين في مصر والعالم العربي، أهمهم أمين رزق ويوسف وهبي. ساهم في إعداد العديد من البرامج التلفزيونية، أهمها نص ساعة من وقتك مع سميرة الكيلاني، نجمك المفضل مع ليلى رستم، عزيز المشاهد مع أمان الناشد، تحت الشمس مع سلوى حجازي، الغرفة المضيئة مع لبنى عبد العزيز، النادي الدولي مع سمير صبري. بعد مسيرة طويلة أمضاها في عالم الإعداد، صدر قرار الإعلامية سمية صادق بظهوره على شاشة التلفزيون المصري عام 1982 لتقديم برامجه بنفسه، وكان نصه كالتالي: إن أفضل من يقدم برنامج هو من يعده.
فكانت أهم البرامج التي قدمها على الشاشة عصر من الفن عن أم كلثوم، صديق الموعود بالعذاب عن عبد الحليم حافظ، المدفع قبل الخبز أحيانا مع المشير عبد الحليم أبو غزالة، الموسيقار وأنا، وحوار مطول مع محمد عبد الوهاب، حلقات تلفزيونية منفصلة من إخراج جميل جميل المغازي مع العديد من رواد الأدب والفن والسياسة مثل عمرو دياب، إحسان عبد القدوس، يوسف إدريس، ويحيى حقي، والسيدة مفيدة عبد الرحمن أول محامية في مصر، مصطفى أمين، ونجيب محفوظ، وأحمد زويل، وفاروق الباز، ومحمد البلدعي، وآخرين. حاور رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات، حاور جميع وزراء الداخلية بداية من حسن أبو باشا، أحمد رشدي، زكي باد، حسن الألفي، وحتى حبيب العدلي، كذلك العديد من رؤساء الوزارات في مصر أهمهم عبد الحليم، كمال حسن علي، وعلي لطفي، وكمال الجنزوري، وأحمد نظيف. له نشاط تلفزيوني مشهور بمحطة قربة الفضائية، حيث أمضى في العمل بها ما يقرب من 8 سنوات ما بين الظهور على الهواء في برامج البث المباشر والبرامج المسجلة، ومن أشهر برامجه فيها هؤلاء عرفتهم في حياتي، والذي تناول من خلاله أهم الشخصيات الأدبية والفنية مثل محمد حسن الميكل ورياض الصنباطي وآخرين. مباشر مع مفيد فوزي، وكان يقوم بتقديمه على الهواء مباشرة برنامج علامات ستام والقاهرة اليوم مع عمرو أديب. اقترن اسم المحاور مفيد فوزي ببرنامج حديث المدينة الذي بدأه في 13 مارس عام 1998 بترشيح من صفوة الشريف وزير الإعلام آنذاك، وكان ذلك لمواكبة فكرة برنامج ناجح في لندن، ويعد برنامج حديث المدينة من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التلفزيون إلى الشارع المصري. وله مؤلفات مثل كان ده حلم المهاجرين، يا سفر إنسان، نادي عابد، حوار مع سعاد الصباح، أطول قصيدة اعتراف مع نزار قباني، أسماء لامعة، هيكل الآخر، رومانسيات في زمن الجفاء، صديق الموعود بالعذاب والنجاح، الغالي بطرس غالي، كلام مفيد، هؤلاء حاورتهم، نصيبي من الحياة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.